التساؤلات ديالو حتى لنا الشكايات التساؤلات ديالو علينا حنا مع الاداره مفتوحه الاداره مفتوحه مجرد نسالي هذا الاجتماع انا مستعد اي واحد عنده شي حاجه ما عندها حتى شي اشكال عقاريه سواء ديال الوحده الرشيديه الحسنيه هادو عقارات اللي كانت المشكل ديالو لانه كانوا كاتبين واحد الموافقه مع المدينه في المستقبل بان في 17 يمكن غادي يبداو يوضعوا حتى لو السؤال واجي عندي انا ما جاوبكش كاسير الجهه ولا الاستثمار اللي بغى يخلق المقاول ديالو او اللي بغى يدير مشروع تجاري ولا صناعي ولا سياحي ولا خدماتي النظام الجزائري اللي ما عندوش الفرص ما دايرش كونطابل ولا ما دايرش اكسبيرت كونطابل نشدوا له المحاسبه ديالو عندنا في هذا المركز وحتى مار رمزي وخا تندير دابا بعد المشكل هادي غنجي عندك انا ما القانون ديالي ما خصش نكثر منه ما خصش نمشي الله يخليك الله يرحم الوالدين وبغيت كل السعادة نجي عندك رجلي مريض 56 عام وحنا ساكنين الدومين الرويال ديال العائله الملكيه الله ينصر سيدنا وسيدنا عطى قرار العماله بانهم يشقلوا في هذا البحث يقلبوا هذا الميل جاوا هزونا كنا جروب وداونا وداو خلقوا لنا راسنا يديونا ويجيبونا يديونا ويجيبونا ماشي مشكل انا خدامه ملصقه وطنيه وكاتبه الجاليه الاوروبيه مع المنسق الوطني ما يمكنش ما توصلش حتى قرار جا قرار من المحكمه حكمت القضيه ما حضرتش حكمت في سينا ما حضرتش ما سمعوش ليا ليا وصلت واش انا امراه كناضل على الحقوق ديالي وعلى الحق الوطني وطنيه حره مناضله ومناضله جيت كاع الابواب طرقتها حتى واحد واحد يرمي لي الواحد واحد يرمي لي الواحد واش هذا حق ولا قانون ورحمه الله تعالى وبركاته سيد المدن مصطفى رئيس الجاليه المغربيه القاطنه المقيمه بالخارج القاطنه بمدينه المحمديه نشكر عماله المحمديه على هذا اليوم الوطني للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج واللي قاموا به اليوم هذا النهار 10 غشت 2017 لانه كان من قبل كان نعملوا اجتماعات في القاعه مع سعاده العميل وسعاده الولي واليوم اتخذت الاوامر بعد الخطاب ديال صاحب الجلاله نصره الله وهو المواطن الموظف في خدمه المواطن وهذا الشيء اللي دار اليوم غادي نهضر باللغه العربيه الدارجه باش يفهموني الناس كلهم ويكونوا على علم بان هذا اليوم هذا العمله المحمديه خاصه درت هذا لو فوروم باش جميع المواطنين اللي عندهم مشاكل اداريه او تجاريه او ديال البنيان يجيو عند المسؤولين وياخذوا من عندهم يعني معلومات او لا يقضيوا لهم الحاجيات ديالهم وحنا شفنا يعني نائب سعاده العامل المحترم كيفاش كان كيتعامل مع الناس يعني بواحد الحفاوه وبواحد الكلام طيب وتيرشدهم وكياخذ تقريرات باش يقضيو باش الناس المسؤولين منهم البنك الشعبي بنك وفا لي موبيلي هذا من الاول ولكن الثاني اللي بغيت نقول شفنا الاجتماع وانا لاحظت بزاف ديال الحوايج اللي كانوا اليوم
وهو انه بعض المهاجرين ديالنا الله يهديهم، ما تنقولش كل شيء، كنقول بعض المهاجرين ديالنا الله يهديهم، ما تيجيو وغادي نقولها، واللي بغى يسبني يسبني، واللي بغى يعيرني يعيرني، واللي بغى يقول فيها شي كلام خيب يقول كلام خيب. هانتي الناس كتجي هنايا باش تقضي الحاجيات ديالها، ما ينساوش بانهم المهاجرين المساكن عندهم غير 20 يوم ولا 22 يوم باش يقضيوا الحاجيات ديالهم. اش بغيتوا اكثر من هذا الشيء اللي الحكومه او العماله دارت لكم هذا اليوم باش تقضيوا الحاجه؟ ما تصوروش كان فيكم تقدموا لعند المسؤولين وكانوا يقضيوا لكم الحاجيات ديالكم في ربع ساعه ديالكم او في نص ساعه ديالكم. حيدوا لنا، حيدوا علينا ديك الهضره الخاويه ديال لا راه ما يديروش لا ما يفعلوش. لا، سيدنا قال غادي يديروا، غادي يكون، غادي يكون، غادي يكون. والموظف في خدمه المواطن، ماشي غير نسمعوا الموظف في خدمه المواطن غادي نمشي ونبداو نسبوا ونبداو نعيروا. رحنا الحمد لله تنمثلوا المغرب، رحنا سفراء ديال المغرب، خص ملي نجيو لبلادنا نحترموا حتى الموظفين ديال بلادنا ونحترموا الممثلين ديال صاحب الجلاله ونبينوا لهم باننا حنا تنرقينا. كاينين بعض الناس اللي قالوا كلام خيب وانا تصنت ليه ونكذب عليكم، انا واعضاء المكتب اللي معايا الله يجازيهم بخير اللي مشجعيني باش نبقى شاد الوتد يعني بالمعقول، وما غاديش نطلق هذا الوتد ان شاء الله حتى نقدم الاستقاله ديالي باش يجيو ناس اللي هما تاهم يكونوا مخلصين اللي يبغيو يخدموا الجاليه المغربيه. اشنو هو الوتد؟ وهو الناس كيجيو كيقول لك لا ما داروش لينا ما فعلوش لينا. اودي راه الناس كيتصنتوا لكم، راه كيتصنتوا لكم باش تقضيوا الحاجيات ديالكم. الا الحاجيات ديالكم ما تقضاتش في العماله غادي تقضوا لكم في دوتر سيرفيس، فهمتي؟ في دوتر سيرفيس غادي تقضاو، ولكن بالكلمه ديال الممثل صاحب الجلاله وهو سعاده العامل، فهمتي؟ لهذا انا تنقول لكم راه اللي بغى، حنا كنقولوا واحد المثل، اللي بغى العسل يشبر القريص النحل، فهمتي؟ ودابا بغيتوا تقضيوا شغلكم، انا تنتجه للمواطنين ديال القاطنين بمدينه المحمديه اللي في الخارج، اللي عنده شي مشكل يجي للعمله او لا يمشي للمحكمه، او اللي عنده مشكل ديال المحكمه يمشي للمحكمه، اللي عنده مشكل ديال لادمينستراسيون يتوجه للعماله، اللي كل واحد يتوجه للمصيب. راه الناس غادي يوقفوا معاكم، راه غادي يقضوا لكم حاجيات ديالكم. وتنطلب الله بانه هذا اليوم هذا يكون ان جورني بيلي بوغ لي زوطخ زاني ان شاء الله، الله يطولنا العمر ونشوفوا يعني داك الشيء غادي كيترقى وغادي في مقارب، وانا عندي اليقين بانه غادي يكون غير الخير ان شاء الله. جو ميرسي سا ماجيستي لو روا محمد سيس كي تي ديغيغ لينيسياتيف ديال لا جورني ناسيونال دي ام ار او الله ينصرو. دونك وكنشكرو العماله ديال المحمديه اللي قامت حتى هي بهذا المجهود الكبير، سيرتو بارابور ا لاني ديغنيغ سي باغ اكسبيريونس. يعني كانت شي ريونيون دون لا سال وجاو العمال، يعني كنقدروا الظروف ديال المشاكل ديالهم، ولكن كل واحد كيغوت من جهه، يعني ما كانش النتيجه. هذا العام كانت استراتيجيه ديال لي ستوند، كل سيرفيس ستوند ديالو، دونك العمال كيتجهوا ديريكتومون لي ستوند، كل واحد اللي عنده شي مشكل كيحاول دونك يحلو. وكنتمناو بلي ان الموظفين يكونوا في المستوى باش يكون داك الشيء يعني افيكاس، لان كتعرف بلي العامل ملي كيجي عنده ديك 20 يوم ولا 25 يوم كي ماكراش هو في نهار واحد كل شيء المشاكل يحلها باش يقدر شويه يرتاح، لان عام كامل هو خدام. دونك سي بور سا هذا العام هذا الحل اللي داروه كنتمناو يكون عنده نتيجه، رغم ان بعض المشاكل، لان ملي شفنا قبيله الكاتب العام الناس كي خوتنا العمال كيهضروا معاه بواحد الطريقه يعني متعصبين. ف اون في ايسي ديتيدي سيت سوليسيون بور كيل بويس لي ريسيفوار سوا افون سوا ابري، وباش ما ندخلوش كاع في هاد النقاشات، لان بالنسبه لي انا تجربه خاصه نقاشات خاويه، فوت باش يحلوا المشاكل ديالهم ديريكتومون وبلا كومينيكاسيون. الانسان عنده مشكل كبير كيجي كيغوت وفي التالي ما كاينش حتى شي نتيجه.